الوصول إلى حالة من الاستقرار يعني الوصول إلى وجود برلمان مصري حقيقي بإرادة شعبية يحكم مصر أو يقدم لمصر جانب كبير من الاستقرار من خلال وضع دستور قوي ومن خلال بداية قوية لحياة ديمقراطية. بنقرأ معكم النهاردة أعزائي المشاهدين وصول هذا البرلمان المصري وبداية جديدة للديمقراطية في مصرنا الحبيبة. بيسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ عصام شيحة المحامي النقد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ عصام شيحة. لك أراك دائما يعني متخصصة في مجال مجلس الشعب واختيار أعضاء مجلس الشعب، ولك أيضا رؤى وقراءات تاريخية كبيرة بالنسبة لبرلمانات سابقة قبل هذا البرلمان، برلمان 2012. بنقول بداية كيف نقرأ هذه البرلمانات السابقة في عهد النظام السابق التي كانت تتسم بالتزوير وبالسلبيات في عهد مبارك، واللي بنشوفها من سنة 2005 ل 2010، كيف تقرأها وكيف تجد ملامحها؟ شوف، أقدر أقول لك إنه مصر من أقدم الدول اللي عرفت الحياة البرلمانية. مصر عرفت الحياة البرلمانية من 1866، من 1866 ومصر كان عندها برلمان بمعناه الصحيح. ومرت على مصر عدد كبير من البرلمانات، بعضها أكمل مدته، البعض الآخر كان بيتم حله، لكن في المرحلة الأخيرة أو في 30 سنة الأخيرة كانت هناك سمة للبرلمانات المصرية. صحيح أغلب برلمانات مصر لم تعرف نزاهة العملية الانتخابية فيما عدا برلمان 1924 اللي أدار فيه الانتخابات ورشح في الانتخابات يحيى باشا إبراهيم. يحيى باشا إبراهيم كان رئيس وزراء مصر وكان وزير الداخلية، وهو اللي أجرى الانتخابات وسقط في الانتخابات، فيعني فكان دليل على أنه الانتخابات حرة ونزيهة. الانتخابات الثانية اللي تميزت بالنزاهة كانت انتخابات 50 واللي أجرتها حكومة وحدة وطنية واللي فاز فيها الوفد في 24 وفاز في 50. انتخابات 76 اللي أجرها ممدوح سالم، ولأنها كانت في أعقاب انتصار 73، يعني كان عندنا مناخ ثورة ومناخ انتصار، فاتعملت انتخابات 76 وتميزت بالنزاهة. البرلمان اللي بعديه اللي تقريبا 50% منه نزاهة و50% منه فساد كان برلمان 2005. برلمان 2005 لأنه كان فيه إشراف قضائي في المرحلة الأولى، حصل فيه نزاهة في الانتخابات. في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة النظام تدخل في العملية الانتخابية وأفسد العملية الانتخابية بغرض إبعاد التيارات الإسلامية وإبعاد أحزاب المعارضة من أنها تشارك في هذا البرلمان. برلمان 2005 وبرلمان 2010 تميزوا بأن هما كانت برلمانات تعبر عن الحاكم ولا تعبر عن المواطن. يعني الشيء الطبيعي انك لما بتنتخب برلمان تبقى مهمته الرئيسيه هو التعبير عن اراده الامه اللي تمثلت في اختيار اشخاص بعينهم هتكون مهمتهم وضع السياسات العامه للدوله، الرقابه، التشريع، يعني ده الاطار العام. لكن احنا اتفاجئنا انه من 2005 ان الحزب الوطني احتكر الاغلبيه، الحزب الوطني الحكومه هي اللي بتتقدم بمشروعات القوانين، في بعض الاحيان كانت بتسيء حتى استخدام الادوات التشريعيه داخل البرلمان فتوحي لبعض نوابها بانه يتقدم بمشروعات قوانين تكون صادمه للمجتمع، فتكون النتيجه انه حاله الغضب كلها تنصب على النائب اللي تقدم بالمشروع، لكن يتم ان المشروع يتم تفويته من البرلمان. خطوره برلمان 2005 انه للاسف الشديد ده البرلمان اللي كانت مهمته مناقشة التعديلات الدستورية اللي تم طرحها في 2007، 34 مادة. ال 34 مادة دول أقدر أقول لك إنه للأسف الشديد مجلس الشعب ومجلس الشورى اللي هو البرلمان المصري بغرفتيه دخلت فيه ال 34 مادة، زي ما جم من الحزب الوطني دخلوا في مجلس الشورى زي ما يكون فاكس دخلوا من مجلس الشورى على مجلس الشعب عدوا من الناحية الثانية. أنا أعتقد إن الدكتورة أمال عثمان لا قالت حاجة كويسة، حصل إنه فصلة اتحولت نقطة من الفاكس. هو ده اللي ده التغيير الوحيد اللي استطاع برلمان الأمة بغرفته ان يعمله في 34 مادة في الدستور.
فيهم مواد غاية في الأهمية. كانت فيهم تعديل نص المادة 76. المادة 76 تميزت في التعديلين اللي ادخل عليها في برلمان 2005، انه في 2005 اتعدلت المادة 76، في 2007 اتعدلت للمرة الثانية المادة 76، وللأسف هذه المادة تميزت بأنها مادة سيئة السمعة وسيئة الصنعة. سيئة السمعة لأنه المواطن المصري كان مدرك ان المادة دي بتتعدل وتتغير عشان حزب بعينه، وبعدين ده في 2005 وبعدين في 2007 بقت لشخص بعينه بتترسم. سيئة السمعة لأن الناس كانت عارفة، وسيئة الصنعة لأنه الدساتير، مواد الدساتير تبقى سطر اثنين صح ثلاثة أربعة، أقصى مادة تلاقيها خمس سطور، وبعدين القانون يفصل. لكن إنك تعمل مادة أربع صفح، تعمل مادة 836 كلمة، يعني ليه بقى؟ لأنك أنت حاولت تقفلها من كل البان، يعني إن هو يكون طويل ويكون وزنه 62 كيلو ويكون ابن الرئيس. انا حددت بقى الصفحه ويكون ابن الرئيس ويكون اشتغل في بنك وفي امريكا ويكون درس في يعني انت خلاص يعني حطيت اطار رسمته على شخص بعينه. ده ما ينفعش، ده يبقى لكن الشعب المصري ده يبقى في القانون. صوت على هذا القانون ويمكن شوف الشعب المصري ما صوتش ليه؟ لانه معروف انه الدساتير توضع او التعديلات توضع ويتم الاستفتاء عليه. صحيح. استفتاءات مصر كلها فيما عدا استفتاء 19 مارس 2010 كلها كانت تعبر عن مجريها وليس المشارك فيها. يعني تعبر عن الجهه اللي بتقوم بيها لكن المشاركين فيها. صح. عمرنا ما شفنا في مصر انه في طوابير او في حد بيروح يستفتى، يعني ان انت كنت يروحوا يودوا الصناديق في الاستفتاء ويمشوا بيها تاني. في بعض الاحيان كانوا بيحشدوا الموظفين في عربيات عشان الموظفين تروح، يقول له روح صوت، ده كان امر، روح صوت وروح. ده في 2005. تمام. يعني ده عندك برلمان من 2005 ل 2000 ل 2010. برلمان 2005 كان فيه بعض قوى المعارضه، رغم هذا التمثيل المتواضع للمعارضه لكن لم يستمع احد للمعارضه، فخرجت المعارضه خارج الابواب. فشفنا لاول مره انه البرلمان اللي مهمته انه يعبر عن المواطنين داخل البرلمان، وعشان كده بيبقى فيه حصانه للنائب بموجبها يستطيع ان هو يهاجم الحكومه وينتقد الحكومه وينتقد الوزراء، بل ان هو يجيب الوزراء ويستجوبهم ويعمل اسئله وطلبات احاطه. خرجوا يقفوا زيهم زي الجماهير مكسوره الجناح زي الست الوالده ما بتقول امام البرلمان عشان يعبروا عن رايهم، لانهم مش قادرين يعبروا عن وجوههم. وانتهى هذا البرلمان. المفارقه كانت غريبه وانتهى طبعا، يعني لان الشيء الطبيعي ان البرلمان هو يتحدث من الداخل، يتحدث وهو اللي يعبر عن الناس، لكن يخرج يقف هو مع المتظاهرين بره البرلمان ويهتف ضد الحكومه وضد البرلمان من بره البرلمان، معناه ان هو ما كانش قادر. صحيح. كانش قادر يعمل حاجه. جت انتخابات 2010. تمام. وانا اعتقد انه برلمان 2010 هو القشه التي قسمت ظهر البعير، وهو اللي اعتقد انه كان المؤشر على وجود الثوره. لانه اول حاجه انه استأثر الحزب الوطني المنحل بأغلبية البرلمان، فأدار المهندس احمد عز الانتخابات حصل على 97%. فكان شيء طبيعي انك مجرد ما تلاقي في برلمان في أغلبية لأي حزب في الدنيا بنسبة 97% تدرك تماما ان الانتخابات مزورة، وتدرك تماما انها لا تعبر عن الشعب، لانه الشعب كله مش في تكتل واحد. فده كان مؤشر على انه هيبقى في بدايات الصدام. صح. بدايات الصدام. الشيء الطبيعي انه الحزب الوطني عشان يمتص غضب القوى السياسيه كان في بعض الاحيان يرمي الفتات لبعض القوى السياسيه لبعض الاحزاب من خلال اشخاص بعينها يختارها بذاتها. صحيح. مش كمان يتحدث مع المؤسسات، لان ربما المؤسسه. صحيح. ترشح له عصام شيحه، فلا ده عصام شيحه ده مزعج. ده هو كمان ينقي. هو ينقي الاشخاص، وشفنا دوت في الانتخابات المحليات. انتخابات المحليات انه هو اللي بيقول للاحزاب انتوا ترشحوا، كل حزب يرشح 1000 وهو ينقي ال10 من ال1000. فانت لو رتبت له بقى، كتبت له الاشخاص اللي انت عايزها بالترتيب، هو يجيب اللي هو عايزهم عشان هو يضمن ولائهم للنظام مش للحزب اللي بيمثله او للتنظيم اللي هو بيمثله. صحيح. فكانت النتيجه انه قامت ثوره 25 يناير، وكلنا ادركنا الاسباب الحقيقيه وراء ثورة 25 يناير، الفساد اللي امتد لاكثر من 40 سنة في دواوين الشعب في دواوين في دواوين الدولة، فدفع المواطنين انها تنفجر وتقوم. تمام. بهذه الثورة.
شهدنا اعتصام يمكن اكثر من 500 قاضي اجبروا على الاستقاله في عهد مبارك لاعتراضهم على التزوير، ويمكن دي من الحاجات اللي احنا قلناها او حضرتك اشرت اليها. لكن بنقول النهارده في يعني في هذه الفتره بالتحديد، والانتخابات كانت نزيهه، ويمكن كان دور القضاه ايضا دور مؤثر ومحوري. لم نجد احد يقدم استقالته، ولكن كان في الاول بدايه لبعض الاعتذارات، خصوصا انه هيكون في جانب ارهاقي كبير جدا جدا على القضاء. عاوزين نعمل يعني مقارنة سريعة بين اعتصامات أكثر من 500 قاضي في مرحلة سابقة وبداية عهد جديد، وفهم للقضاء المصري لطبيعة هذه المرحلة ومشاركة بناءة منهم. كيف كان القضاء المصري يدير هذه الفترة، وهل وجدت في هذه الفترة وجود بعض التجاوزات من القضاء، ولا ما كانش فيه أي تجاوزات؟ شوف، الأول نتفق على أنه بدعة انه الاشراف القضائي الكامل على العمليه الانتخابيه بدعه وجبرنا عليها في مصر. يعني كل دول العالم، ما فيش دوله في العالم فيها اشراف قضائي كامل على العمليه الانتخابيه غير في مصر. وهذا والسبب هو انه السلطه شككت المصريين في كل قطاعات المجتمع في نزاهتها. فلم يبقى قطاع في المجتمع او مؤسسه في المجتمع بيحمل لها المصريين قدر من الاحترام وقدر من الهيبة غير القاتل. لكن كل دول العالم يبقى عندها لجنة عليا للانتخابات بتدير الانتخابات. في الهند بيختاروا وزير، الوزير بمجرد اختياره لإدارة العملية الانتخابية في دورة من الدورات هو بيستقيل وخلاص. وأذكر إن أحد الوزراء عندهم العربيات الفيات الصغيرة دي عربية الوزير، ان هو كلف ان هو يبقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فاستخدم العربية بتاعة الوزارة انه يروح بيها من الوزارة لمقر اللجنة. فصلوه لان هو بمجرد ما صدر القرار كان لازم خلاص تنقطع صلته بمؤسسات الدولة، بس هو قال للسواق يوصله يعني بس. لكن فما بالنا بما يحدث عندنا. اقدر اقول لك القضاء المصري قضاء مشهود له بالحيدة والنزاهة، قضاء لولاه لكانت تأثرت مؤسسات الدولة المصرية تأثر شديد. لكن مثلما أصابت مؤسسات الدولة كلها بعض الضعف وبعض الوهم وبعض مظاهر الخروج على القانون، أصاب بعض قطاعات القضاء، ومع ذلك ظلت هي المؤسسة الأقوى. وشفنا أنه لما أجبروا على الإشراف على الانتخابات في 2005 اللي وجهة الإدارة وبعض الجهات الأمنية حاولت التدخل في العملية الانتخابية، بعضهم رفض ذلك بوضوح وانسحبوا من الإشراف على الانتخابات، بل إن بعضهم قدم استقالات. وشفنا المعركة الشرسة اللي تمت بعد كده بين المستشار أحمد مكي وبين المستشار هشام البسطويسي وإحالتهم الاثنين للتحقيق وايقافهم عن العمل. وشفنا رد فعل الشعب المصري في مساندة القضاة، وده كمان كان مؤشر جديد من مؤشرات او من الاسباب اللي دعيت لقيام ثورة 25 يناير. القضاء المصري بخير، وحركة الاصلاح اللي بتتم في مؤسسات الدولة دلوقتي بعد 25 يناير هتطول كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة القضائية. حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى كثيرة كانت في صراع
للوصول الى كراسي مقاعد البرلمان او مجلس الشعب، ونقول دي ظاهرة صحية، ويمكن هذه المنافسة كانت منافسة حقيقية وفعالة، يمكن الشعب المصري كان واعي بأهميتها، وحضور الشعب المصري بهذا الشكل في الإدلاء بأصواته واختياراته كانت كلها واقعية. ولكن التخوفات في الفترة المقبلة من أن هناك حزب يعني يأخذ الأغلبية بشكل كبير تثير بعض التخوفات في الشارع المصري بعد ما حصل هذا الفوز. يمكن البعض يقول انه اخذ وسائل للدعايه بشكل واخر، هناك من يقول انها اراده فعليه للشعب، وايا ما تكون ولكن الشعب اراد فكانت ارادته. كيف تقرا يعني هذا الاختيار، وهل تحمل الفتره المقبله بعض المخاوف للشعب المصري، وماذا تجد في هذا الحزب واغلبيته؟ شوف، الاول ده يعني يلزمنا ان احنا نرسل رسالة واضحة تمام للشعب المصري، تحية إجلال وتقدير لثورة 25 يناير اللي دفعت الشعب المصري لأول مرة في التاريخ إنه يخرج بهذا الحشد الرائع اللي أشرت إليه حضرتك للتصويت في الانتخابات، لأنه الضمانة الرئيسية لنزاهة أي انتخابات في العالم هو حضور أصحاب المصلحة. وإحنا شفنا لأول مرة طوابير امتدت في بعض اللجان لثلاثة كيلو، واقف المواطن المصري ويدرك لأول مرة أهمية الصوت، ويدرك أن صوته هيتحط في الصندوق، ويدرك أن صوته مؤثر، ويدرك أنه لم تعد هناك إرادة فوق إرادته لتزوير الانتخابات. فأنا أعتقد أن ده أمر واجب. النقطة الثانية أنه التيار الإسلامي خاصة حزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، هذا التيار ليس حديث العهد بالسياسه في مصر، وليس حديث العهد بالقرب للمصريين. احنا عندنا جماعه الاخوان المسلمين موجوده في الساحه السياسيه المصريه من 28 مارس 28 الى اليوم، فتقريبا حوالي 80 سنه هي متواجده. الدوله تغيبت في ال 30 سنه الاخيره، تغيبت في الخدمات الصحيه، تغيبت في الخدمات التعليميه، في الخدمات الاجتماعيه. جماعة الإخوان المسلمين بما تمتلكه من موارد مالية ضخمة، بما تمتلكه من موارد بشرية ضخمة، استطاعت أن تملأ هذا الفراغ اللي تخلت عنه الدولة في الوقت اللي بقى فيه صعوبة شديدة على فقراء مصر أنهم يروحوا مستشفيات الدولة لأنهم ما يقدروش يدفعوا ثمن الدخول، وما يقدروش يدفعوا ثمن الأدوية. التيار الإسلامي عمل مستوصفات صغيرة مكنت المصريين من أنهم يروحوا الفقراء. في بعض الأحيان قدمت معونات مباشرة لهؤلاء المساكين والفقراء من خلال شنطة الزيت والسكر واللي كان بينتظرها الناس في الشتاء، وبدوا لهم بطانية. فملوا فراغ تخلت الدولة بإرادتها عنه، فكان الشيء الطبيعي انه عندما تحين الفرصة لرد الجميل ان يرد هؤلاء الفقراء الجميل الى هذا التيار. على الجانب الآخر، الشعب المصري بطبيعته هو شعب مؤمن. ده احنا من قبل ما تظهر الأديان السماوية المصريين اخترعوا الآلهة. الشعب المصري هو أكثر شعوب العالم إيمانا وارتباطا بالدين، سواء كان مسلم أو مسيحي، مرتبط بالدين. تلاقي عظمة المسلمين في الحفاظ على الشعائر الدينية، واللي يسافر مننا الدول الأجنبية يدرك تماما عظمة مصر وقيمة مصر في هذا الترابط الوثيق بين مسلمي مصر وبين مسيحي مصر، بين احترامهم للأديان السماوية، بين احترامهم لشعائر الأديان. أنا أعتقد أن دي قيمة تميز المصريين. كان أمر طبيعي أنه اتجاهات الانتخابات تشير إلى أن التيار الإسلامي هيبقى ليه الأغلبية. تمام. كانت المؤشرات أنه استفتاء 19 مارس كان مطروح فيه 9 مواد يتم تعديلهم في الدستور، بقدرة قادر تحول هذا الاستفتاء إلى استفتاء حول نص المادة الثانية من الدستور اللي ما كانتش مطروحة خالص، حول أن دولة من مصر تبقى دولة إسلامية ولا دولة غير إسلامية. فهذا الزخم الطائفي تم استغلاله أصلا كمان في الانتخابات. فإحنا اتفاجئنا في الانتخابات لأول مرة إنه الانتخابات تمت
وده كان مقصود حضرتك استاذ عصام؟ طبعا للاسف 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 كان مقصود، لانه بيأثر في وجدان المصريين اللي مرتبطين بالمسجد والكنيسه. وده مش نقد موجه فقط للمسجد، لكن موجه للمسجد والكنيسه، لان احنا شفنا انه بعد المرحله الاولى اصبح التصويت بوضوح شديد، يعني يبدو فيه الشكل الطائفي، انه المسلمين رايحين يدوا للمسلمين والمسيحيين رايحين يدوا للمسيحيين، وده امر في منتهى الخطوره. لكن للاسف لانه اللجنه العليا للانتخابات لم تمارس دورها كما ينبغي، كما هو منصوص عليه في قانون مباشر الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 56 بتعديلاته اللي ادخلت في 2011، واللي نص الماده 3 المقرر فيه بيدي الحق للجنه العليا للانتخابات في 10 اختصاصات، منهم اختصاص رئيسي انها تستطيع انها تحيل اي قائمه حزبيه او اي مرشح، تحيله للتحقيق. فاذا ما ثبت انه استخدم الشعارات الدينيه في المعركه الانتخابيه يحال الى المحكمه الاداريه العليا وتشطبه من الانتخابات، سواء كانت قائمه تشطبها من الانتخابات. لكن للاسف ان اللجنه العليا للانتخابات لم تمارس اي نشاط من او اي اختصاص من هذه الاختصاصات. ومع ذلك لم تمارس هذا الجانب، لانه هي لم تعتاد، اولا هي حديثه العهد فينقصها الخبره، يعني انه شكلت امانه عامه اختصاصاتها محدوده وامكانياتها محدوده وخبرتها محدوده، ولان احنا تقريبا في الستين سنه الاخيره كانت بتدير وزاره الداخليه الانتخابات، فهي انت تمتلك الجداول وتمتلك الصناديق وتمتلك السيارات وتمتلك الافراد، فهي تمتلك كل شيء اللي بتدير. فكان كل عمل اللجنه العليا للانتخابات هو الاشراف بس، يعني التوجيه يعني، لكن من يمتلك الخبره ويمتلك القدره خلال 60 سنه، واللي جاب حتى الموظفين اللي تشرف على الانتخابات هي وزاره الداخليه يعني. فكان امر طبيعي ان تظهر الامور على ما هي عليه، لكن يحسب لوزاره الداخليه هذه المره انها لم تتدخل في العمليه الانتخابيه، تواجدت امنيا فقط، يعني هي ساعدت في اداره العمليه الانتخابيه بما تمتلكه من خبرات حقيقة. لكن يعني الامانه تقتضي ان احنا نقول انها لم تتدخل في العمليه الانتخابيه، ولم تؤثر في اراده الانتخابات اراده الناخبين، ولم تزور الصناديق زي ما شفنا الصناديق اختفت ولا اترمت في الترعه ولا اتولعت ولا يعني، شفنا اطار جديد نفتخر به كلنا كمصريين. ده كله يجرنا انه حصول الحريه والعداله على اغلبيه تقترب من 50% شيء طبيعي، وعندنا والنور 25% يمتلك التيار الاسلامي في مجمله تقريبا 70%. لكن انا مش قلقان ابدا من البرلمان القادم. ليه مش قلقان؟ لانه البرلمان القادم القوه السياسيه مجبره انه يكون برلمان توافقي. صحيح، الشعب المصري خرج من الامم، الشعب المصري بيراقب وبيتابع البرلمان. الاعباء الاعباء الكبيره اللي بينأى بيها المجتمع، اعباء اقتصاديه واعباء اجتماعيه واعباء امنيه، لا يستطيع اي فصيل سياسي او حزب سياسي كائنا من كان انه يستطيع ان يلبي طموحات المصريين اللي لمست السماء يعني. فهو محتاج انه يتوافق مع القوى السياسيه. نعود الى حزب الوفد، ويمكن زي ما حضرتك قلت في البدايه وقلنا في البدايه والمحنا، حضرتك عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، يعني لم نجد حزب الوفد يحوز بهذه الاغلبيه كما كنا نتوقع له تاثير كبير في الشارع المصري. لماذا غاب الحزب في تواجده في الشارع المصري ولم يحظى بمثل هذه الاغلبيه المتوقعه من البدايه؟ شوف، الوفد هو اقدم حزب سياسي في منطقه الشرق الاوسط، مش في مصر بس. طبعا. يعني الوفد نشا في اعقاب ثوره شعبيه سنه 18، قامت ثوره 19 كانت من افضل الثورات الشعبيه. ثوره 19 قامت لسببين، قامت للتخلص من المحتل الاجنبي، تمام، ولبناء حياه برلمانيه سليمه. ولو احنا شفنا ثوره 25 يناير هنلاقيها قامت لنفس السببين مع اختلاف انها قامت للتخلص من المحتل الوطني. أيوة. بدلنا بس المحتل الاجنبي بالمحتل الوطني، ولبناء حياه ديمقراطيه سليمه او بناء حياه نيابيه سليمه. ده اللي احنا اقدر اقول انه كانت هناك اسباب خارجيه وكانت هناك اسباب داخليه. الاسباب الخارجيه انه التصويت تم بشكل طائفي. أيوة. يعني اقدر اقول لك ان هذه الانتخابات على الرغم من نزاهتها، لكن كان هناك بعض الانتهاكات وبعض المخالفات، منها
انه التصويت كان تصويت تائفي لانه بيعمل تاثير معنوي في نفوس الناخبين. على الجانب الاخر ان ده كان نتيجه طبيعيه لحاله الاحتقان اللي كانت موجوده في الشارع المصري، حاله الظلم اللي تعرض اليها التيار الاسلامي في مرحله من المراحل، ارتباط المصريين بالدين، اضعاف التجربه الحزبيه من جانب النظام السابق، لانه النظام السابق كان بيسعى بصفه مستمره انه يوجد امام المصريين البديل المستحيل. لو كانت الاحزاب، لو كان الوفد بديل امن كان دايما النظام السابق بيقول انه يطرح لك معجزه انك البديل لازم يكون بديل امن وبديل قادر، فيطرح الاخوان المسلمين على انه بديل قادر لكن غير امن بالنسبه للمصريين، ما يعرفوهوش ما عشروهوش عشان يعمل تخوف. ويطرح الوفد كبديل امن لكن غير قادر، لانه الوفد كان ليه خبرات في الحكم وخبرات في المعارضه، فالناس عارفاه. هذه الاسباب مجتمعه من ان النظام السابق حاول انه يقدم الفزاعه للمصريين فما حاولش يعمل بديل ابدا من الاحزاب، عشان يقول للداخل والخارج ان انا البديل بتاعي هو التيار الاسلامي اللي هيعيد مصر للعصور الوسطى بالنسبه للمصريين، ويقول للاسرائيليين هينهي اتفاقيه كامب ديفيد، ويقول للامريكان انه هيدمر مصالحكم ومصالح اوروبا، فالناس تقول لك لا خلي النظام ده هو اللي موجود، وما يقدمش حزب معارض عشان ما يبقاش الناس تراهن عليه ويكسب في الانتخابات. دي الاسباب الخارجيه. الاسباب الداخليه ان للاسف احنا حرصا على حاله الانفلات اللي كانت موجوده في المجتمع المصري، وحرصا على حالة الطائفية اللي بدأت تظهر في المجتمع المصري، سعى الوفد من خلال التحالف مع الإخوان المسلمين لبناء تحالف واسع اسمه التحالف الديمقراطي من أجل مصر، يتم من خلاله الاتفاق على شكل الدولة المصرية، ان احنا عايزين دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية، تقوم على المساواة. فدخل في تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، تم توسيع هذا التحالف ليصل الى 43 حزب. لما وصلنا لمرحله الانتخابات وبدات فكره ان الوفد يدخل في تحالف انتخابي مع التيار الاسلامي، قوبل هذا التحالف من داخل الوفد بعاصفه كبيره، لكن كان يرى رئيس الوفد ان التحالف معهم افضل حتى لا ينقسم المجتمع الى فسطاطين، يعني فسطاط المؤمنين وفسطاط غير المؤمنين، او فسطاط المسلمين وفسطاط الكافرين، وده يمثل خطوره على المجتمع المصري. لكن اصطدمت المصالح عند توزيع الكيكه ده، يعني المقاعد الانتخابيه، فخرج انسحب الوفد من التحالف، فانسحب متاخره، وانسحب وانت بتبني تحالف بتبني قوايم، وبناء القوايم صعب جدا، مش سهل، مش عمليه سهله داخل الاحزاب، وانك انت تبقى داخل في تحالف فانت داخل مثلا ب 100 عضو، لكن لما تخش وانت بتعمل بقوايم منفردا فانت عايز 498 مرشح عندك، وعايز مرشحين اقوياء ويمثلوا الحزب. فكمان تعرضنا لصعوبات في بناء هذه القوائم، لان كان الوقت قصير، لانه احنا كمان عانينا مثلما عانت اغلب القوى السياسيه من انه قانون مباشر التحول السياسيه تعدل اكتر من مره، قانون الانتخابات تعدل اكتر من مره، قانون مجلس الشعب تعدل اكتر من مره، قانون مجلس الشورى تعدل اكتر من مره، قانون الدوائر الانتخابيه تعدل اكتر من مره. فاقدر اقول لك بامانه ان احنا كان عندنا مشكله اصابت الوفد، حاله من الارتباك والتردد اثناء المعركه الانتخابيه تسببت في هذه النتيجه، اللي اقدر اقول لك انها كانت نتيجه مفزعه للوفديين، وانا وصفتها في احدى الصحف بانها كانت بالنسبه لنا كارثه وطنيه، يعني احنا استشعرنا بعد المرحله الاولى بانها كارثه وطنيه. وانا اتذكر ان انا كنت قريت في الصحف في وقتها ان انا تم ايقافي، ومع ذلك انا رحت الحزب ومارست عملي انا وجيل الوسط كله بغرض انقاذ الوفد، واعتقد ان احنا نجحنا في حدود الظروف الممكنه في ان احنا نحسن النتيجه في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. نعود إلى يعني تفعيل قانون العزل السياسي، ومع دخول الوطني يعني أو فلول الوطني كما نقول، عاوزين نقول هذا التفعيل ماذا ترى فيه؟ هل كان يجب علينا أن نعزل سياسيا من كان يمارس العمل السياسي من فلول الوطني، أم كنا نصفح عن البعض ونقبل للبعض الدخول؟ وهل يؤثر وجود فلول الوطني في مجلس الشعب الحالي، أم ماذا ترى
في يعني أنا هذا العزم. انا كقانوني وكناشط حقوقي كنت بصفه مستمره ضد قانون العزل السياسي، لانه احنا شفنا في مصر مهازل شديده في استخدام القوانين الاستثنائيه، فكان شيء طبيعي ان الوفديين بطبيعتهم ضد القوانين الاستثنائيه. احنا كمان في الوفد عانينا من قانون الغدر، يعني احنا قيادات الوفد في اعقاب ثوره 52 وفي اعقاب تولي السادات السلطه اتسجنوا مرتين مستخدمين قانون الغدر. وشوف اللفظ نفسه لفظ مفزع، انك انت المحكمه اسمها محكمه الغدر والقانون اسمه قانون الغدر، معناها بالضروره انك انت مجرد احالتك انك انت هيتغدر بيك. فتصور انه القاعده العامه ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والقاعده العامه انه لما يبقى عندك قضاء طبيعي محل احترام المصريين انك تحيل المواطن للقاضي الطبيعي، وان يبقى في ضمانات. في قضايا العزل السياسي الافضل فيها هو ما تم من الشعب المصري، انه سعى المجلس العسكري وسعى معاه بعض القوى السياسيه بشغف شديد بما فيها القوى الاسلاميه انه يطبق قانون الغدر او قانون العزل على الحزب الوطني. لكن شوف انت الشعب المصري بذكائه بفطنته بخبرته، هو عزل تقريبا اكثر من 99% من يسمون بالفلول او اقطاب الحزب الوطني المنحل او اعضاء الحزب الوطني في الانتخابات. فلو احنا شفنا مجمل اللي نجحوا من اجمالي البرلمان المصري من اعضاء الحزب الوطني السابق لا يتجاوز 1%. فده معناها ان احنا نثق في الشعب المصري ونثق في قدره الشعب المصري، ونحن نكتفي بقى باستخدام القوانين الاستثنائيه ضد المصريين. بل ان انا كنت برفض بصفه مستمره احاله المصريين لمحاكم امن الدوله العليا او للمحاكم العسكريه بالمخالفه. القوائم الفرديه والجماعيه يعني هل اتاحت فرصه وجود فلول الحزب الوطني للدخول مره ثانيه؟ شوف اقدر اقول لك كل قوائم الاحزاب كان فيها بعض اعضاء الحزب الوطني. ما هو انت بتتكلم عن تقريبا 3 مليون عضو كانوا موجودين في الحزب الوطني. انت بتتكلم عن حزب احتكر السلطه والثروه لمده اكثر من 30 سنه. بتتكلم عن بعض العصبيات والقابليات اللي كانت بترتبط مصالحها بارتباط حزب السلطه اي مكان هو حزب السلطه. فشيء طبيعي ان هم كانوا موجودين في الشارع، وشيء طبيعي انه العناصر منهم اللي كانت محل تقدير من جانب الجماهير اللي انتخبتها او بعض العصبيات والقابليات اللي كانت موجوده وكانوا اعضاء في هذا الحزب، ان بعض هذه العناصر نجحت على بعض القوائم، لكن في مجملها لا تمثل 1% من اجمالي اعضاء البرلمان. ايضا يعني يتصف بالنزاهه، ايضا يعني يمكن ان نحكم عليه بانه نزاهه ولم يكن يعني ضلع فعال داخل فلول الحزب. احنا كنا متفقين على انه الحزب الوطني اختلط بالدوله. يعني فكانوا اعضاؤه اللوم عليهم من الشعب المصري ان هم ارتضوا ان هم يشاركوا في حزب يحتكر السلطه والثروه، ان هو سهمه في توسيع دائره الفساد داخل مؤسسات الدوله، فالناس بتلومهم على انهم على الاقل شافوا ده وشاركوا فيه. صحيح. يعني بس تمام. طيب نعود مره ثانيه للاختيارات والدور المنوط بمجلس الشعب القادم اللي هو موجود حاليا، وماذا عن اهم ما يمكن ان يقابله هذا المجلس واهم قراراته القادمه بمشيئه الله، على راسها نقول ماذا؟ البرلمان القادم هو البرلمان الاخطر في تاريخ الحياه البرلمانيه المصريه. البرلمان القادم هو البرلمان الاول بعد ثوره 25 يناير، فهو برلمان الثوره، يعبر عن ثوره 25 يناير او المفترض ان يعبر عن ثوره 25 يناير. البرلمان القادم ليه مهمه رئيسيه وليه مهام سنويه. المهمه الرئيسيه للبرلمان القادم هو اختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. هل هي مشكلة؟ مشكلة. مشكلة لأنه يعني أين جذور هذه المشكلة وكيف نصل إلى حلها؟ المشكلة تعود بنا للخلف. تمام. إنه مفترض في كل دول العالم اللي سبقتنا، ولو شفنا تجارب أوروبا الشرقية، أمريكا اللاتينية، الدول اللي قامت فيها ثورات، إنه الأمر الطبيعي إنك ترسم الملعب الأول. وبعدين تقول للفرق تلعب، لكن مش تقول للفرق تنزل تلعب وبعدين انت ترسم الملعب على مقاس الفرق اللي نجحت.
اللي حصل عندنا انه الشيء الطبيعي انك تعمل الدستور الاول، تحدد فيه شكل الدوله، هويه الدوله المصريه، تحدد فيه النظام السياسي للدوله، وبعدين تعمل الانتخابات. يعني من المشاكل اللي هتقابلنا وقابلتنا مباشره في اعقاب الانتخابات انك النظام السياسي طبقا للاعلان الدستوري نظام رئاسي في الوقت اللي التيار الاسلامي كان بيتصور فيه انه لانه حصل على الاغلبيه انه يستطيع انه يشكل الحكومه. ما يقدرش يشكل لان احنا ما اتفقناش لسه على انه النظام السياسي في مصر في المرحله القادمه هل هو نظام برلماني؟ هل هو نظام رئاسي؟ هل هو نظام مختلط برلماسي، يعني نظام ميكسد ما بين النظام الرئاسي وما بين النظام البرلماني، او انه نظام شبه رئاسي او شبه برلماني؟ ومفترض في العالم كله انه لم تعد هناك يعني أنظمة رئاسية خالصة أو برلمانية خالصة، يمكن فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا فيما عدا ذلك الأنظمة مختلفة. فمشكلة المشكلة اللي ممكن تقابل البرلمان إنه عندك أغلبية هيبقى لها دور راضينا أو لم نرضى في وضع معايير اختيار الجمعيات التأسيسية، في اختيار الجمعيات التأسيسية، في توجهات الجمعيات التأسيسية. صحيح هذا البرلمان مجبر إنه يكون برلمان توافقي، مجبر انه يبقى في تنسيق ما بين كل القوى داخله، مجبر لانه ميادين التحرير ما زالت مستيقظه حول مصر. ميادين التحرير ما زالت تراقب هؤلاء النواب اللي حصلوا على ثقه المواطنين في انهم يلبوا رغبتها من خلال التوافق الوطني الواسع على طبيعه وشكل الدستور. شخصيه ابدا لن يستطيع احد ان هو يعمل مصالح ده، لانه يعني فكره الحصانه نفسها هتضعف في المرحله القادمه وتبقى حصانه بمناسبه زي ما هي معروفه في الدنيا كلها بمناسبه ممارسه النائب مهام عمله داخل البرلمان وتحت قبه البرلمان مش خارج البرلمان، فهو يستطيع ان هو يستدعي وزير ويستجوبه، يستطيع البرلمان انه يسحب الثقه من الحكومه، يستطيع انه يستجوب الحكومه، يستطيع انه يقدم اسئله وطلبات احاطه، لكن مش يعملوا مصالح في انهم ياخدوا الاراضي او انهم ياخدوا تصاريح العلاج على نفقه الدوله او انهم ياخدوا تصريحات اعفاء من الجمارك. احنا كان عندنا مشاكل جامه، يعني اتمنى ان هذا البرلمان يحد من مظاهر الفساد اللي موجوده في مؤسسات الدوله. فالمهمه الرئيسيه هو اختيار جمعيه تاسيسيه لوضع دستور جديد للبلاد، وضع دستور جديد للبلاد، عدد من التشريعات، حزمه من التشريعات سوف تعرض على هذا البرلمان، اهمها التشريعات الخاصه بالسلطه القضائيه، التشريعات الخاصه بانتخابات رئيس الجمهوريه لان احنا على اعتابها مباشره، حزمه من التشريعات المرتبطه بالدستور. شكل الدوله الجديده هل هي دوله جمهوريه يعني رئاسيه او برلمانيه؟ طبعا طبعا من المهمات الرئيسيه اذا تم التوافق حول دستور 71 فهيبقى الخلاف عندنا في دستور 71 هو في الباب الخامس الخاص بسلطات رئيس الجمهوريه. فهيفترض انه هيتم الاتفاق اذا تم التوافق حول شكل النظام السياسي في مصر، اذا تم الاتفاق على انه نظام برلماني فهتبقى السلطات لرئيس الوزراء، اذا تم الاتفاق على انه نظام رئاسي هتبقى السلطات لرئيس الجمهوريه. من وجهه نظري في هذه المرحله احنا محتاجين نظام يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، واعتقد ان النظام الاوفر حظا في ذهني هو النظام اللي متطبق في فرنسا، بحيث انه يبقى رئيس الجمهوريه عنده سلطات الامن القومي بما فيها سلطات القوات المسلحه والمخابرات العامه وزاره الخارجيه، والرئيس الوزراء الشؤون الداخليه، ويبقى مجلس الشعب رقيب على هذه السلطات. وده نموذج هو يعين هو يعين هو يعين رئيس الوزراء، لكن مجلس الشعب هو اللي يقيل رئيس الوزراء، هو اللي يستجوبه. يعني هو اقرب للنظام البرلماني، لكن بحيث انك انت ما يحصلش فراغ مره واحده لسلطات رئاسه الجمهوريه بما فيها الشان الخارجي، لانه ده امر مهم جدا، يبقى ليه ممثل واحد هو اللي بيمثل، وما تتغيرش فيه سياسه الدوله بتغير الاحزاب السياسيه اللي تصل الى السلطه. الخلاصه في هذا الامر انه البرلمان القادم هو برلمان توافقي، برلمان ثوره، برلمان انقاذ، عليه مهام كبيره جدا بالاضافه للمهام التشريعيه، هو عليه مهام رقابيه، عليه مهام المساهمه في وضع السياسات العامه ومتابعتها. واعتقد انه هو برلمان جدير بانه يكون برلمان الثوره، واملنا فعلا انه يعبر عن القطاعات اللي انتخبته واعطته الثقه، ويشعر المصريين جميعا انه الثوره غيرت في هذا البرلمان، خاصة وان احنا بنشوفنا لاول مرة ان هيبقى في قناة متخصصة من التلفزيون المصري هتتابع هذا البرلمان، فهيبقى كل نائب حريص على انه
يبعث رسالة إيجابية لأبناء دائرته ويبعث رسالة إيجابية لأبناء الوطن، لأن هو مدرك أنه هو نائب عن الأمة وليس نائب عن الدائرة. وعشان كده هو عدد نواب البرلمان 498 و10 منتخبين، هيبقى 508. عندنا على الجانب الآخر عدد أعضاء المجالس المحلية 52600. العدد كبير ليه والفرق كبير ليه؟ لان هم دول اللي بيحتكوا بالجماهير وهم اللي بيقضوا رغبات الجماهير ومصالح الجماهير. ده اللي بيعمل الصحه وده اللي بيعمل العلاج وده اللي بيعمل الطرق وده اللي بيعمل الكباري والمدارس والمساجد والكنائس. فيبتدي يخف عبء العبء لو مارس اعضاء المجالس المحليه دورهم، هيخف العبء عن النائب البرلماني اللي بنشوفه شايل الشنطه واللي كان مجبر في بعض الاحيان انه يقعد تحت قدم الوزير عشان يمضي خدمات لابناء الدائره. انا اعتقد ان الصوره دي هتغيب عن هذا البرلمان. يعني اعضاء مجلس الشعب في داخل ساحه مجلس الشعب، وهنا هيبان قد ايه دور مجلس الشعب في المرحله المقبله ان شاء الله. استاذ عصام شيحه، يمكن بنقول دايما لما بنتكلم على الانتخابات بنتكلم على النزاهه، وان المفروض يكون انتخابات نزيهه علشان نحقق العداله حتى نصل الى الشيء الجيد. وجود التعدديه الحزبيه في مجتمعنا المصري يعني دائما بأن هذه التعددية تضمن الرأي العام واستقرار الرأي العام والتعبير عن مشاكل المواطن المصري، وأيضا تقدم يعني وتدرب أيضا أعضاء جدد للحزب، عفوا لمجلس الشعب. هذه الأعضاء، هؤلاء الأعضاء قادرين على التأثير في المجتمع. هل سيقدم مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية الجديدة نموذج يحتذى به كما نراه في فرنسا مثلا لوجود التعددية الحزبية وعدم وجود شروط لدخول الأحزاب، وهذه الشروط المؤثرة في الرقابة على الحزب وفي عمل الحزب أيضا؟ كيف ترى هذه الصورة المستقبلية؟ شوف، أقدر أقول لك أنه من مميزات ثورة 25 أنها أدخلت تعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77. بعض هذه التعديلات يسر لنشأة الأحزاب، بعض هذه التعديلات أعاقت عمل الأحزاب. أنا أعتقد أنه في المرحلة القادمة البرلمان ملزم بتعديل هذه الشروط. إحنا صحيح بقى عندنا في مصر قبل الثورة كان عندنا 24 حزب، النهاردة إحنا عندنا 60 حزب، لكن ما زالت التجربه الحزبيه في مصر تجربه ضعيفه، يعني تحمل مزيد من الخوف لوجود مثل هذه الاحزاب الكثيره. لا، يعني في كل الثورات اللي قامت يحصل فوره من الاحزاب، فتلاقي عدد كبير جدا من الاحزاب. لكن الخلاصه ان هذه الاحزاب تظل تنكمش الى تصل في بعض الدول ان يبقى عندك حزبين رئيسيين زي ما بنشوف في الولايات المتحده الامريكيه، واحزاب صغيره محيطه بها. احنا في مصر قبل الثوره كان تقريبا عندنا قبل ثوره 52 كان عندنا تقريبا حوالي 200 حزب. لكن الناس كانت تعرف منهم 3 4 احزاب. انا اقدر اقول لك دلوقتي عندنا 60 حزب، لكن في المرحله القادمه يعني لن تزيد عدد الاحزاب في مصر في خلال 10 سنوات عن 4 احزاب، لانه مصر بطبيعتها وفي ال 100 سنه الاخيره بداية من ثورة 19 ورفع شعارها النبيل الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب، بقى عندنا 4 تيارات رئيسية لا خامسة لها. تمام. وممكن الأربع تيارات دول كمان يبقوا 3 بس. عندنا تيار إسلامي موجود في مصر لا يجادل أحد، عندنا التيار الليبرالي موجود في مصر، وعندنا التيار القومي والتيار الاشتراكي. تمام. يمكن احنا شفنا في السنوات الأخيرة إن التيار الاشتراكي والتيار القومي تقريباً يعني اقترب من بعضه، فلو افترضنا ان هي دي التيارات السياسيه اللي موجوده في مصر واللي بتعبر عن كل المصريين، وان اي مصري لو فتش جواه هيلاقي نفسه يا هو ليبرالي يا هو انا بتكلم في السياسه مش في الدين هنا. تمام. يا اما اسلامي يا اما اشتراكي قومي، يعني معناها بالضروره انه عدد هذا الاحزاب سوف يتقلص في خلال 10 سنوات ليصل الى 3 احزاب او اربع احزاب بتعبر عن المصريين، او في القريب هيبقى عندنا حزبين رئيسيين واحزاب صغيره حولهم، وده اللي هيأسس للجمهوريه الثانيه في المرحله القادمه. واعتقد انه البرلمان القادم بنهايه اعماله، سواء هتكون مهمته هو اختيار الجمعيه التاسيسيه ووضع الدستور ثم يتحل البرلمان ادبيا تمام. ونبدا انتخابات جديده هيبان فيها
ما ان القوه ديت هتقل وهنشوف تحالفات جديده وتنسيق بين الاحزاب، وربما نلاقي حاله من الاندماج بين القوى الليبراليه فتندمج مع بعضيها، والقوى الاسلاميه تندمج مع بعضيها، والقوى الاشتراكيه تندمج مع بعضيها، فيبان عندنا ثلاث قوى رئيسيه، يبقى هم دول الممثلين في المجتمع. او ان البرلمان القادم يقرر في مرحله من المراحل وهو بيضع الدستور انه يحط نص انتقالي ويمد لنفسه لمده 5 سنوات، وانا ما اعتقدش انه هيقبل برلمان الثوره على نفسه انه يخالف المهمه الرئيسيه، انه بمجرد ما يغير النظام السياسي في مصر، انت لما تغير النظام السياسي معناها انك غيرت قواعد اللعبه، وطالما غيرت قواعد اللعبه معناها انك تعمل انتخابات جديده، والانتخابات الجديده تسفر عن احزاب جديده او كتل جديده طبقا للتعديلات اللي ادخلت في الدستور. فلو حصل عندنا ان جه، لو احنا خدنا بالنظام البرلماني وفاز عندنا اغلبيه، معناها ان هو اللي يشكل الحكومه يبقى مسؤول عنها. يعني نعود إلى شكل الدستور المصري، هل نتجه إلى التغيير الكلي للدستور أم هناك بنود أساسية لا يمكن النقاش حولها في التغيير، مثلا أنها تكون جمهورية وليست ملكية، أن يكون الدين الإسلامي، وأن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، هل نرى ملامح هذا التغيير سيأتي كلية أم سيأتي في بنود محددة وليست في الكل؟ الاول نتفق على انه مصر مش دوله حديثه العهد بالدساتير. مصر دوله عظيمه، دوله مركزيه عمرها 7000 سنه. مصر عرفت الدوله الحديثه من 1805 مع بناء محمد علي للدوله الحديثه. مصر عرفت دساتير بمعناها الصحيحه من سنه 1882، يعني في فكره الدساتير في مصر مش فكره حديثه العهد. مصر عملت افضل دستور في 23، واللي عمل دستور 23 لجنه تشكلت من 30. تمام. عملت دستور 23، اللجنه دي كان فيها 21 مسلم. نعم. وفيها 8 مسيحيين وفيها 1 يهودي. تمام. وهو ده الدستور اللي اتحطت فيه الماده اللي قالت ان الاسلام دين الدوله واللغه العربيه اللغه الرسميه. ورفض اقباط مصر، رفض مسيحي مصر سنه 23 وهم بيعملوا الدستور ان يبقى لهم كوتا في الدستور. الدستور مصر عملت بعد كده دستور 30، وبعدين لغاته الاغلبيه المصريه في دستور 35، ورجعوا لدستور 23 مره ثانيه. مصر عملت دستور في 54، في 56، في 8، في 54 عملت دستور رائع.
يعني اللي هو كتب عنه صلاح عيسى ان هو دستور في صندوق الزباله. عمل الدستور في 56، دستور في 58 لما مصر عملت الوحده مع سوريا. مصر عملت الدستور في 64 في 68، وبعدين عمل الدستور 71 وسمي الدستور الدائم. دستور 54 اتشكلت لجنه من 50 عملت هذا الدستور، لجنه من 80. في دستور 71 اتشكلت لجنه من 80 وضعت هذا الدستور. وانا اقدر اقول لك ان دستور 71 كان من افضل الدساتير اللي وضعت في مصر. لكن اللجنه اللي وضعت هذا الدستور واللي ما زال منها اثنين على قيد الحياه متعهم الله بالصحه والعافيه، الدكتور ابراهيم درويش والدكتور هتذكر الاسم دلوقتي، اثنين منهم على قيد الحياه قالوا ان السادات بعد ما عملنا الدستور اتفاجئوا اثناء مناقشته في مجلس الشعب انه اتغيرت بعض المواد، يعني اتعمل دستور غير غير الدستور. اعتقد ان احنا البدايه الصحيحه اللي يمكن الاتفاق عليها ان احنا دستور 71 مفيش خلاف فيه على شكل الدوله المصريه، مفيش خلاف فيه على ان المواطنه مناط الحقوق والحريات، مفيش خلاف فيه على انه الاسلام دين الدوله وان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. لكن احنا خلافنا مع دستور 71 كان في الباب الخامس، وكان في نسبه 50% عمال وفلاحين، وكان في الباب الخاص بمجلس الشورى، وكان الباب الخاص بسلطه الصحافه. اذا تخلصنا من الباب الخاص بسلطه الصحافه وتخلصنا من نسبه 50% عمال وفلاحين وتخلصنا فيه من الباب الخاص بمجلس الشورى او نديله اختصاصات يبقى زي مجلس الشيوخ اللي كان موجود قبل الثوره، ما يبقاش عبء على ميزانيه الدوله وبيكلف الدوله تقريبا 400 مليون جنيه سنويا في الوقت اللي احنا عندنا فيه المجالس القوميه المتخصصه بتقوم بهذا الدور. هذا الدستور نستطيع ان احنا نبدا منه بان احنا نتفق كلنا، وانا اعتقد ان القوى السياسيه ربما هناك شبه توافق على انه نبدا العمل مباشره من ان احنا نعدل الباب الخامس ونعجل بالانتخابات الرئاسيه، لانه ما لم يتم الاتفاق معناها بالضروره انك انت بتعيد بناء دوله من جديد، بتاسس الجمهوريه الثانيه، وده معناها ان لما الناس تقول هنتكلم عن الهويه المصريه يبقى احنا بدانا نقط الخلاف الاولى، لان احنا نتفق بقى نقعد نتفق بقى مصر ذات مرجعيه اسلاميه ولا ذات مرجعيه مدنيه، فنبتدي في نقط الخلاف. ولن يستطيع اي فصيل سياسي انه يغير في طبيعة المصريين. مصر دولة مدنية بطبيعتها، يعني والدين الإسلامي ما يعرفش الدولة السقراطية، هي الدولة اللي بيحكم فيها أهل الدين. فأنا أتصور إذا أصاب البرلمان القادم فهو يخش مباشرة على الباب الخامس، يعدل فيه سلطات رئيس الجمهورية، يتم فيه الاتفاق على شكل النظام السياسي، نتفق هنبقي على مجلس الشورى أو هنلغي مجلس الشورى نسبة 50% عمال وفلاحين، لأن نسبة تمييز إيجابي للعامل والفلاح امتدت 50 سنة، انتهت بأنه اللواءات وأساتذة الجامعة والمستشارين هم اللي بيخشوا البرلمان تحت صفة العامل والفلاح، ما بقاش فيه عامل وفلاح. وأنا أعتقد إن إحنا أغلبنا وآبائنا كانوا عمال وفلاحين، ونستطيع ان احنا نعبر عنهم تعبير يمكن افضل ما هم يعبروا عن قضيتهم في الوقت الراهن، ومفيش تمييز ايجابي بيمتد ل 50 سنه. ده احنا لما عملنا التمييز الايجابي للمراه قلنا لدورتين برلمانيتين، ومع ذلك بعض التيارات وقفت ضد هذا التمييز ومنعت التمييز الايجابي للمراه في الوقت اللي احنا في اشد الحاجه فيه، ان يبقى في تمييز ايجابي للفئات المهمشه الموجوده في المجتمع بما فيها الشباب وبما فيها الاقباط بما فيها المراه. انا اعتقد ان كل ده يجب انه يوضع في الاعتبار عند وضع الدستور القادم. لكن الدستور القادم هو دستور توافقي، وفي كل دول العالم الدساتير لا تضعها الأغلبية، الدساتير توضع بالتوافق الوطني الواسع، وهو ده المناخ العام اللي احنا عايشينه في الوقت الراهن واللي تدركه كل القوى السياسية. وده معناها بالضرورة انه لن ينفرد فصيل سياسي او حزب سياسي باختيار الجمعية التأسيسية او وضع الدستور او تحديد هوية الدولة المصرية اللي استقرت في وجدان المصريين على الأقل في 200 سنة الأخيرة من بداية عهد محمد علي. بعد وضع الدستور سيتم إما التصويت عليه يا إما اعتماده ويصبح هو دستور البلاد. هل ترى أنه يجب أن نصوت على هذا الدستور، ويجب أيضا أن نضع مساحة أو نترك مساحة كبيرة للإعلام ولوسائل مختلفة للحوار الجماهيري حول أهم بنود هذا القانون، أم يجب أن يخرج القانون دفعة واحدة دون تصويت؟ لا، يعني نختار من إيه بقى من هذا الجانب؟ في يعني فكرة أنه مواد الدستور، إحنا الدستور المصري فيه 211 مادة. فكرة ان مواد الدستور تطرح بالكامل على اعضاء مجلس الشعب
وتطرح بالكامل على الأحزاب السياسية وتطرح بالكامل على الرأي العام ويتم مناقشتها، ده أمر ضروري. تمام. أمر إلزامي. يعني لن يستطيع أحد أن ينفرد بوضع الدستور، فسوف يتم طرح المواد الدستور، مشروع الدستور يطرح على الرأي العام المصري كله ويتم مناقشته. لكن في النهاية الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في أنها هتصوت على مواد الدستور داخل البرلمان هم أعضاء مجلس الشعب الاول الجمعيه التاسيسيه، وبعدين تعرضه على مجلس الشعب، وبعدين يطرح للاستفتاء في خلال 15 يوم للاستفتاء. تمام. لكن هل صعب جدا؟ لا، ما لسه هقول لك. صعب جدا، صعب جدا انك تطرح على الراي العام دستور من 211 ماده انت يا تقبله دفعه واحده يا ترفضه دفعه واحده. احنا املنا انه يكون معبر عن المصريين بحيث ان يتم قبوله وما يتمش رفضه في الاستفتاء ان شاء الله. لكن لو حصل وبند من البنود القانون او الدستور كانت لا يتفق عليها رجل الشارع المصري او الاغلبيه العظمى، هل طيب سيتم تعديلها في هذه اللحظه ولا يكون يتم تعديلها قبل عرضها في الاستفتاء؟ لكن تمام. في الاستفتاء ما فيش تعديل، في الاستفتاء يا تقبل الدستور كامل تمام دفعه واحده يا ترفضه كامل. عشان كده مهم جدا ما اشرت اليه حضرتك في انه مهم جدا انه يطرح على الراي العام كله. تمام. انت بتتكلم على دستور مش على قانون، انت بتتكلم على دستور يحكمنا لعشرات السنين في المستقبل. امتى يعني؟ في اي فتره محدده؟ اول ما بيتم انتخاب الجمعيه التاسيسيه، الجمعيه التاسيسيه بتحدد مجموعه من المواد تمام. اللي هيتم الاتفاق عليها، وبيتم تقسيم هذه العدد المائي دي، بيتم تقسيمه في مجموعه اقتصاديه بتشتغل على الباب الاقتصادي، في مجموعه اجتماعيه بتشتغل على الباب الاجتماعي، في المجموعه السياسيه، في المجموعه اللي تشتغل على الشكل النظام السياسي، وبعدين يختاروا مجموعه من الخبراء القانونيين امثالنا المتخصصين بقى، يديله الجرعه دي كلها ويقول له حط لي دي بقى صغها لي في مواد منضبطة. يعني ايه مواد منضبطة؟ يعني المادة ما تبقاش في فضة واسعة ما يقراهاش كل واحد بشكل، لا، لما تقري على الاقل الاغلبية تقول اللي مقصود بنص هذا المادة هو حرية الرأي والتعبير، هو انه حق التقاضي حق مكفول، ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، يعني قواعد عامة واضحة ومجردة. نعود إلى اختيار رئيس الجمهورية وأهم الشروط التي يمكن أن يعني يضعها الدستور في رئيس الجمهورية واختصاصاته. يعني في الدستور السابق كانت الاختصاصات كبيرة وكانت المميزات التي تمنح للرئيس كبيرة وواسعة حتى أنها فضفاضة أيضا. يعني ماذا ترى في هذه الاختصاصات؟ هل ستقنن إلى درجة يعني محدودة قوي ولا هيتم التوسع فيها في هذه الفترة المقبلة؟ الأول الدستور ما بيحطش شروط رئيس الجمهورية. تمام. الدستور بيحط مادة صغيرة يقول لك أن يكون من أبوين مصريين، حاجة محددة كده، يعني يضمن بيها ولاءه لهذا الوطن. تمام. وبعدين يحيل للقانون. تمام. القانون اللي هو بيتم دلوقتي، القانون بقى اللي يقول لك انه يكون سنه 30 او 25 او 5 او 35، انه يقول انه يكون من ابوين مصريين، يكون من جدين مصريين، انه يقول انه يكون حاصل على مؤهل عالي، يعني يحدد شروط تنطبق على عدد كبير من المواطنين، مش تمام. مش تتفصل تفصيل محدد على شخص بذاته معين. او على حزب معين. فكره بقى سلطات رئيس الجمهوريه، اقدر اقول لك انه احنا مشكلتنا ما كانتش في النظام السياسي اللي كان في مصر. النظام الرئاسي اللي احنا واخدينه، احنا تقريبا الدستور المصري كان منقول عن الدستور البلجيكي، في دستور 71 كان اغلبه من الدستور الفرنسي، وكنا بنشوف الرئيس الفرنسي نفسه هو اللي بيقرر في مرحله من المراحل، على الرغم من ان الدستور بيديله الحق ان هو يترشح لمره ثانيه، ما شفناش رئيس في تاريخ فرنسا قال ان انا عايز اترشح مده ثانيه، بل انه كانت الجماهير بتخرج وبتطالبهم وكانوا بيرفضوا. لكن احنا عندنا دستور 71 كانت نص المادة فيه 77 كانت بتقول ان مدة رئيس الجمهورية مدة واحدة تجدد لمدة اخرى. شفنا لما حصلت الصفقة ما بين التيار الاسلامي في 80 ما بين انور السادات وما بين التيار الاسلامي، ان اتغيرت نص المادة الثانية بانه اصبحت بدل كان من بيقول الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، اتفقوا على انها يتضاف اليها الالف واللام، فتبقى المصدر الرئيسي للتشريع، مقابل ده انه يتحط في المادة 77 بدل ما تبقى مدة تبقى مدد. تمام. اكتشفوا ان الكلام ده مش كافي وان هم ما خدوش حقهم، قالوا له اعمل لنا مجلس الشورى، فتعمل مجلس الشورى. يعني كل ده صفقات سياسيه. تمام. اتعمل مجلس الشورى بلا اختصاصات، لمجرد بس ان يبقى فيه يعني تلبيه لرغبه طيار ان مش عاجبه فكره البرلمان او فكره الديمقراطيه، وانه الاسلام بيقول انه
بيتكلم النظام الشورى، فنحط الشورى. اكتشف في وقتها انه ما فيش حد ممكن يعارض الكلام دوت في 80 غير الصحافه، فقال لك نعمل سلطه للصحافه، فالصحفيين فرحوا هم كمان عندهم سلطه صحافه، فما يهاجموش التعديلات اللي ادخلها، فتمت الصفقه. يعني المشكله ما بتبقاش في الدساتير، المشكله في الانتزاع. يعني احنا عندنا سلطات رئيس الجمهوريه كانت محدده على سبيل الحصر، لكن هو انتزع ووسعها. يعني فكره الفرعون، فكره الاله، ينتزع وما فيش سلطات قدام منه بتحد من ده. احنا املنا في المرحله القادمه انه سلطات رئيس الجمهوريه تبقى واضحه ومحدده طبقا للنظام السياسي، سواء كان النظام رئاسي او النظام برلماني او النظام مختلط، وان البرلمان يمارس سلطته في الرقابه بشكل واعي وبشكل متقن وبشكل محدد، ويدرك انه اذا لم يمارس هذه السلطات بما فيها مراقبه رئيس الجمهوريه هيتم سحب الثقه منه. وطالما عندنا مده رئيس الجمهوريه 4 سنوات، فالناس مدركه انها تستطيع انه الرئيس اللي يتوسع في السلطات او يخالف الدستور انه ما يتمش انتخابه في الدوره اللي بعدها. تمام. نقول دائما الخير لبلدنا الحبيبه مصر، وامانينا دائما بالاستقرار. امنيه حضرتك في هذه الحلقه لمجلس الشعب المصري، وهذا المجلس طبعا هو مجلس تاريخي عليه مهام كثيره، يمكن من اهم مهامها هو وضع الدستور او اللجنه التاسيسيه، وبدايه قويه لمصر. أمنياتك لمجلس الشعب الحالي والمجالس الشعبية الآتية في تعبيرها الحقيقي عن إرادة الشعب وعن احتياجاته وعن الديمقراطية التي يريد أن يمارسها. احنا أملنا كلنا في مصر أنه تنتهي المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن. أملنا كلنا أنه يحدث حالة من الاستقرار وحالة من التصالح الوطني الواسع بين كل المصريين. أملنا أن هذا البرلمان يدرك أنه برلمان الثورة، ويدرك انه برلمان انقاذ، ويدرك انه لديه مهام لاستكمال شعارات الثوره النبيله اللي اترفعت يوم 25 يناير تحديدا. لانه ما لم يلبي هذا البرلمان هذه الشعارات المرتبطه بالحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان والعداله الاجتماعيه فلن يكون معبرا عن ثوره 25 يناير. وانا كل ثقة أن هذا البرلمان سوف يعبر عن ثورة 25 يناير، وسوف تنتقل مصر إلى تطور ديمقراطي ملحوظ، وسوف يتم التداول السلمي للسلطة في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى ذلك في القريب العاجل. أستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد وعضو هيئة العليا لحزب الوفد، شرفنا بلقاء حضرتك. شكرا. وحديثك الممتع، ونلتقي بك دوما على خير. شكرا لحضرتك. أعزائي مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة من برنامجنا نقطة تحول، على أمل ووعد أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. لكم من ألف تحية وإلى اللقاء.